السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع، لكن المقطع راح يكون رياكشن في القناة الرئيسية. بالعادة انزل رياكشن في القناة الثانية حقت رياكشن، لكن اغير وننزل في القناة الرئيسية. منها اني اقول لكم ترى في قناة ثانية ما اتكلم عنها كثير اللي هي قناة رياكشن. قبل ما يبدا المقطع تنسون زر اللايك واشتركوا في القناة كنتم مشتركين، وفعلوا زر التنبيهات اهم شيء. لا تنسون كود لايتم شوب بي اس ال، ثلاث حروف جدا سهلة، اول ثلاث حروف من اسم قناتي. عنوان المقطع اللي راح اشوفه يقول لي ايبك جيمز اللي هي الشركة اللي ماسك فورتنايت تقول تحاول تخفي تحديثها الجديد. انا ما تحاول ان تقول ترى عندي تحديث جديد، لا حاول تقولها لكن بطريقه يعني مخفيه، يعني لازم انت تكتشف بنفسك. فراح نكتشف هذا المقطع. اهم شيء لا تنسوا الاشتراك في هذه القناه وفعل زر التنبيهات وزر اللايك القناه الثانيه تحت في الوصف باذن الله، فعلوا زر التنبيهات فيها واكيد اشتركوا. يعني بدايه نشوف فيصل، خلونا نبدا بسم الله نشوف المقطع. بالعاده يجيب لك الو، انت لاحظت كيف الار بي جي بطيئه مره؟ وش السالفه؟ اوكي تايمينج نايس، تقلب بس تدمج في نفس الوقت، بس تايمينج كان جامد. اوكي هذا ناوي يتكي مع البوتات. احي السحبه، والله اسحب عليه يا ساتر، والله اسحب عليه سحبه يا الله. هذه كلها تسريبات اللي راح تصير في التحديث الجديد. نقول لك هذه هي الاليان ايج، بيضه اللي يسمونها الفضائيين، بيضه الفضائيين. يب ما ادري شلون، لكن هل بتفيدك مره؟ هل بلقاها في كل مكان؟ هل راح تفيدك اصلا او لا؟ هذا صدم الصدمه الاولى، حاول يشيله وشاله. هنا طلقت سنايبر اللي من هناك صقت فيه، بس الحظ حمت الشخص اللي شايله مره حمته. اوكي هذا السلاح اللي شالوه اتوقع ريل جن، شوف كيف والله قوي مره، قوي مره يا عيال والله جد. هذا يقول لك انكريدبل تايمينج مجنون، توقيت مجنون، يعني بسوي شيء وفجاه اوكي هذا ناوي يطير بطريقه معينه بحيث انه اذا طاح ما يموت، لكن اللي صار انه طقه خايسه ما ادري شلون. وشوفوا كيف يا كثر ما يسوون عليه تريك شوت، هذه يا كثر ما يسوون عليه تريك شوت، والله تريك شوت فيها رهيب رهيب، لانه طيرك فوق مره. هذا تايمينج بعد، بقس في الارض وفجاه فاز في الجيم ما ادري شلون. اوكي هذا مع سنايبر قاعد يلعب كريتيف، لو تشوفون تيمين بلو ريد. اوكي عطى 132 وات. اوكي والله طار عندهم وشالهم كلهم يا ساتر. هو البدايه اعطاه 132، هذا اللي خلاه يقدر يشيلهم يعني على السريع. اوكي حلو الحركات ببليد، ايش في ذا؟ والله قام يتشقلب ما ادري ايش يسوي، لفلف. طيب هنا تريك شوت كالعاده بالهانتنج، الهانتنج الذهبي والله رهيب، والله رهيب مره ذا. نايس والله نايس، يعني مسافه بعيده ما تنشاف، لكن الشخص اللي قدامه موقف، هذا الشيء اللي يعني مخلي اللقطه خربانه شوي يعني، بس تبقى جميله. اوكي نايس والله سبق له. اوكي هذا رقى فوق يبغى يهيل بس، لكن هذا يقول والله ما تهيل، قاعد يلعب ارينا يبغى يموت والله عرق يا ساتر. اوهوب اعطاه والله ادت اليم طيحها تحت، خلاص خلني هيل ابن حلال. اوكي هذا قاعد يلعب تيم رامبل، وشوف كيف وات ايش قاعد يصير، شو الجريده حقته حقت البنايه يا ساتر. اوكي بيموت اح اح اح، ايش قاعد يصير؟ هذا قاعد يطلق عليه من فوق ولا ايش؟ يا اخي اقسم بالله ذي المركبه الفضائيه انها تغث الواحد في الاقيام العاديه، الاقيام ارينا الظاهر انها ما فيها هذه، لاني لعبت ارينا شويتين ما كان فيها. ونايس لقطه، شوفوا كيف اللقطات، لقطه بعيده ولكن جابها صح، صح انه واقف زي ما قلنا لكن كان بعيد يعني. اوكي هذا كان نازل يبغى يلوث، هلا مات موته غبيه بالمركبه، كلهم اثنين اتوقع ولا واحد والله ما ادري. شوف كيف هنا يطير على فوق مره قويه، قاعد يطلق معاه. اوكي اثنين ضد واحد نايس والله نايس، ودي اجيب لقطات زي كذا احس يا اخي متعه. اوكي هذا قاعد يكسر بنايه حقته ما ادري ليش. اوكي هذول مسكرينه كامل لان هنا اصلا ما حد يقدر يكسر اتوقع، او ما حد يقدر يسوي ايديت، فاللي بيدخل هنا ينحشر. فكرة جميلة جدا. اوكي هذا مرة بنايته عادية جدا. الا بيطيح هنا. والله اني متوقعت والله توقعت. اوكي شاله. طيب اطلق عليه بالسنايبر اللي معك ذا الكذبي ذا البنفسجي. والله ياهو قوي. طيب هيل.
اوكي. يا ساتر 178 وله الله كان مقيم عليه صح ونسكو بعد. هذا الشيء اللي محلل اللقطه. اوكي. ما تقول لي بشيله. الو 284 متر نايس. المشكله كانوا اثنين فوق بس شال واحد منهم واختفت بعد المركبه نفس الوقت. والله مركبه كذابه والله قويه بزياده يا شباب والله بدي يشيلونها والله. اوكي اضافه كويسه في بدايه سيزن لكن خلاص خلاص قاعد تعذب الكل صار كل واحد يركبها من اول الجيم يعني. اوكي هذا كل شوي يغير مكانه ما ادري شو وضعه بس اوكي. اوكي اعطاه حبه كره سله هنا. وات هاي وش دي اول مره اشوفها. هذا فاضي داخل الجيم وقاعد يلعب كره سله ما ادري شو وضعه. 66 هيله. طيب اطلق عليها شيء تلقى فيها. اوكي نزل تحت هيله مره ناقص خمسه خلاص. اوكي طير على فوق. هذه الحركه اللي يسوون فيها تريك شوت بيطيح في المويه. وات ما مات والله شيء غريب. اتحس انه بيموت هنا ما ادري ليش. اوكي ما مات والله على بالي انه بيموت اذا صقف هذه بس مات هنا. دخل في بنايه ونزل تحت في الارض ما ادري شلون والله ما ادري شلون. اوكي هلا بي اتاك هلا بي. ها لحظه وش ذا وكان هنا في مكان اجي استعرف المكان ثاني سبحان الله. ايش في والله شيء غريب شو خويه وين. طيب يعطيكم العافيه المشاهده ان شاء الله استمتعتوا زي ما قلت لكم قناتي الرياكشن تحت في الوصف فاشتركوا فيها وفعلوا زر التنبيهات ولا تنسون تقصروا في هذا المقطع لايك وقولوا لي اذا عجبكم سالفه ان في بيضه للفضائيين او لا فاكتبوا لي تحت في الكومنتات هل تشوفون البيضه الفضائيين اي بيضه فضائيين هل تشوفون انها بتكون سلاح قوي ولا بس كذا تحديات من باب انك تاخذها تجمعها راح يجيك اكس بي. اكتبوا لنا تحت في الكومنتات لا تنسوا كود الايتم شوب في اس ال. الله يسعدكم جميعا اللي تحطونه وترسلونه على انستغرام سناب. بس اشوفكم على خير في امان الله. سلام.